والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف، وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي، منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو المنهج الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة: تركتكم على بيضاء نقية. ذلك هو المنهج. ذكر السلفية مع الأخوانجية والتبليغية خطأ، خطأ كبير. إيش النسبة؟ عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيم وخط خطوطا، ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية، وتلك الخطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة؟ هذا هو الواقع، ينبغي أن تفهموا الحقائق. لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات، هذه السلفية. أما السلفيون نسبة إلى السلف، نحن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون، ولسنا بسلف ولكننا سلفيون. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك، وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي، وإن وافقتهم فأنت سلفي، أي متبع للسلف. افهموا الحقائق. الخلفي أو الخلفي من خالف من سبقه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف القرآن سماهم خلف. هؤلاء الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عقيدتهم وسلوكهم، أطلق عليهم خلف وخلف. أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي، أي منسوب إليه.